جدة مع السيد معتصم كتوع الخبير في التواصل الاجتماعي، مساء الخير. ألن يكون من الصعب تنفيذ هذا والسيطرة على موضوع التغريدات؟ أهلين بك وأهلين بالسادة المشاهدين والمستمعين. بالعكس، الموضوع ما في أي نوع من أنواع من الصعوبة، خصوصا مع تقدم التقنية، خصوصا مع تقدم تقنية المعلومات في الموضوع هذا. عندنا فلتريشن سيستم، عندنا نظام الفلتر أو نظام التنظيف بصفة عامة، أو نظام تصنيف التغريدات أو تصنيف الكلمات. ربما أي كلمة تكون مثلا لها علاقة بالتنمر على سبيل المثال، أو لها علاقة بالقذف أو السب أو الشتم، تستطيع تويتر عملها وجعلها في قالب واحد، بحيث أن أي تغريدة يكون فيها أي نوع من أنواع هذا السباب أو هذا الشتم ممكن تتلغي تلقائيا. من سيقرر الألفاظ يعني اللي لها علاقة بالشتم؟ يعني ما من يعتبر مثلا الشتم في كلمات معينة أو طريقة تواصل معينة، ربما آخرون لا يعتبرونها أو لا يصنفونها؟ ربما يكون أفضل حل لنظام الفلتريشن سيستم أو نظام التصنيف حيكون أنه بوضع الأسماء البديهية أو الكلمات البديهية بمختلف اللغات مثلا. صحيح، يعني موضوع بمختلف اللغات وموضوع اللهجات أيضا مهم. صحيح سيد معتصم، يعني في كلمات دائما بالثقافات العربية ربما هي سلبية، مثلا في لبنان في الأردن لا تعتبر سلبية وما إلى ذلك، صحيح؟ ولكن ناخذ الكلمات واللهجات الدارجة اللي هي تكون بعينها سباب وشتم وقذف، فناخذها بعينها ونترك الباقي للقارئ، اساس انهم يقدروا يطلعوا ايش الكلمات اللي ممكن تكون لها تنمر او لها سب او شتم او قذف. طيب، يعني حتى كان في دائما محاولات للسيطرة على موضوع فيديوهات الإرهاب والذبح وما إلى ذلك، وكان في دائما يعني حتى بهذا الموضوع اختلاف وصعوبة ودائما سؤال عن حرية. يعني الشباب اليوم ربما تعتبر هذا الموضوع بأنه يخفض السقف كثيرا فيما يتعلق بالحرية، على الأقل لديهم حرية كانوا يعدون بمواقع التواصل. لا يوجد شيء اسمه حرية، يعني إذا كان أنا شايف العالم حولنا العالم كيف يكون في شد وجذب وحرب هنا وحرب هناك ومجاعة هنا ومجاعة هناك، والله أنا عن نفسي كمستخدم في التواصل الاجتماعي لا أريد أن أرى فيديوهات تبث السلبية أو فيديوهات تبث العنف أو أي شيء. فلهذا نتمنى من تويتر أو انستغرام أو أي منصة للتواصل الاجتماعي عمل نظام لتصنيف هذه الفيديوهات أو تصنيف الكلمات أو شيء لنبذ العنف، لأننا نحتاج التواصل الاجتماعي لنتنفس فقط ونحن على صحيح الصالة فقط. يعني موجود فكرة أنه يتم يعني ذكر كل المصطلحات التي يجب الابتعاد عنها فيما يتعلق بالتغريدات الكراهية، فيما يتعلق بأي مضايقات جنسية. نعم، جنسية أو إرهابية أو عنف أو أي شيء سيتم ذكر هذا الموضوع أم سيبقى فضفاضا؟ نعم، بكل صح، كلام صحيح جدا. أنا أشكرك من جدة سيد معتصم الخبير في التواصل الاجتماعي.